من المظاهرات الحاشدة التي تشهدها المدن المغربية المنددة بالتطبيع، خاصة بعد زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي للرباط مؤخرا، كيف تبدو لك رسالة الشارع من خلال هذه الهبة الشعبية؟ أستاذ أحمد فنان، تفضل. هو شيء طبيعي، لأن الشعب المغربي لن يطبع يوما ما. الشعب المغربي مع القضايا العامة للأمة الإسلامية والأمة العربية، الشعب المغربي مع القضايا العادلة عبر العالم، الشعب المغربي لم يقبل هذا التطبيع ولن يقبله، وإنما الحكومة أو ولنكن دقيقين فهو النظام الملكي هو الذي أتى بالتطبيع وهو الذي طبع. والخروج المتظاهرين إلى الشارع معناه أن الشعب المغربي يرفض ليس فقط التطبيع ويرفض كذلك النظام الملكي، لأن النظام الملكي لا يعبر عن إرادة الشعب، فالشعب ضد التطبيع، الشعب مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، الشعب لن يستطيع أن يحارب مع الكيان الإسرائيلي ضد إخوته الفلسطينيين أو اللبنانيين. وبالتالي فهذه المظاهرات هي شيء طبيعي وهي تحصيل حاصل لما قام به النظام المغربي من إجرام في حق الأمة الإسلامية وإجرام في حق الشعب.